أنا من لندن، مراسل بي بي سي عصام عكرماوي، أهلا بك ومرحبا عصام. دعنا نبدأ بأجندة الملفات البارزة التي سيتناولها قادة مجموعة السابع في هذه القمة التي يشاركون فيها ربما وجها لوجه للمرة الأولى منذ فترة. بالفعل هي القمة الفعلية الأولى منذ عامين. القمة الأخيرة التي التقى بها الزعماء كانت في فرنسا العام الماضي، كانت القمة في كامب ديفيد في الولايات المتحدة، لكن تمت عن طريق الفيديو بسبب ظروف وباء كورونا. هذه القمة التي تعقد في مقاطعة كورنوول جنوب غرب إنجلترا ستكون الأولى أيضا التي يشارك فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وستكون أيضا الأولى التي تشارك فيها بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. هناك الكثير من الملفات التي ستبحث في هذه القمة، أهمها طبعا مسألة وباء كورونا والدعم الذي يتعين على الدول الثرية تقديمه إلى الدول النامية، خاصة وأن هناك إجماع على ضرورة محاربة هذا الوباء بشكل جماعي وليس بطريقة فردية. هناك استعداد من الدول الثرية لتقديم المزيد من الجرعات للدول النامية من أجل مكافحة هذا الوباء. أيضا مسألة التجارة مهمة جدا، مسألة المناخ، كلها ملفات تطرح نفسها بقوة على جدول أعمال دول الصناعية بالسبب. دعنا ننظر معك بمزيد من التفاصيل حول اللقاء المرتقب بين جونسون وبايدن خلال هذه الزيارة عصام، وقد شهدنا استباقا لهذا اللقاء تصريحات من مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، قال فيها إنه هناك قلق أمريكي من يعني طريقة التعامل في أي اتفاقات تجارية مستقبلة فيما يتعلق بالتجارة عبر أيرلندا الشمالية، وحذر من تفجر الوضع في أيرلندا قبيل المحادثات المقررة مع الاتحاد وبريطانيا. تأتي هذه الزيارة في ظل أجواء متوترة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي حول مسألة الحدود بين شطري جزيرة أيرلندا. الرئيس الأمريكي جو بايدن نقلا عن جيك سوليفان رئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي قال إنه يشعر بالقلق، وهذا تعبير دبلوماسي شديد اللهجة. وهناك أيضا أخبار تتناقل أن القائمة بأعمال السفير الأمريكي في بريطانيا يائيل ليمبرت استدعت اللورد فروست المكلف بملف بريكزيت وسلمته ما هو متعارف عليه بديمارش، وهو احتجاج على الأسلوب الذي تنتهجه الحكومة البريطانية. نقل أن الرئيس الأمريكي جو بايدن منزعج جدا من مسألة أو تأثير الخلاف الأوروبي البريطاني على الوضع في أيرلندا، حيث كانت الولايات المتحدة قد شاركت في اتفاق الجمعة العظيمة عام 98 في ظل إدارة ديمقراطية هي إدارة الرئيس بيل كلينتون. أيضا الرئيس جو بايدن من أصول أيرلندية، وهو يشعر بالكثير من الفخر كونه إيرلندي، وهناك قلق حقيقي. ولكن إثارة هذا القلق يا عصام من جانب الإدارة الأمريكية الآن، هل يعني يعتبر من قبل المراقبين كأنه ورقة ضغط أو تحذير ما تصدره الإدارة الأمريكية، وخاصة أن هناك محادثات تجارية أيضا مرتقبة بين بريطانيا وبين الولايات المتحدة؟ أعتقد أن الولايات المتحدة يعني تعمل على مسارين منفصلين. المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ستكون مستمرة موازية، لكن مسألة إيرلندا الشمالية والخلاف البريطاني الأوروبي هي مسألة أخرى. الولايات المتحدة ستضغط بقوة من أجل التوصل إلى حل، خاصة أن هناك اتفاقية تنظم العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو بريكزيت. وكانت مسألة إيرلندا هي نقطة مهمة، نقطة خلافية مثيرة للجدل، لكن تم الاتفاق على طريقة للتعامل مع هذا الملف. لكن كما قلنا الإدارة الأمريكية الحالية هي تحبذ أن يكون هناك اتفاق، ولا تريد أي شيء أن يؤثر على اتفاقية الجمعة العظيمة، وهذا ما سينقله الرئيس بايدن إلى بوريس جونسون اليوم. أشكرك جزيل الشكر مراسل بي بي سي في لندن زميلي عصام عكرماوي. يشهد